تحرك دولي جديد لتحريك العملية السياسية الراكدة منذ فشل الجولة الأخيرة من مشاورات الكويت، حيث تستضيف مدينة جدة السعودية لقاء يجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. اللقاء الذي سيستمر اليومين يبحث العودة إلى العملية السياسية على ضوء القرار الأممي ومشروع الاتفاق الأخير الذي تقدم به المبعوث الأممي وحظي بموافقة من قبل الحكومة الشرعية وما تبعها من إجراءات أحادية اتخذها تحالف الانقلاب في صنعاء، كان آخرها الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى لحكم المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. يرى الكثير بأن هذا التحرك قد يكون الأخير والأهم، وبناء على مخرجاته ستحدد العودة إلى مسار العملية السياسية من عدمها بالنظر إلى فاعلية الأطراف الدولية في الملف اليمني وما قد تشكله واشنطن من ضغط على المتمردين للقبول وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق الأممية. تتجه الأنظار صوب جدة وتترقب الجديد الذي قد يخرج به مؤتمرها المنعقد على نتائجه تحمل قناعة دولية بضرورة إنهاء الحرب والانقلاب معاً.